يعتبر برنامج الزمالة لازورد أحد الحلول التي تعمل عليها مؤسسة إنجاز لتشبيك الشباب بمؤسسات المجتمع المدني، كما يعمل البرنامج على منح الشباب الفرصة لخوض تجربة جديدة في الحياة العملية لمدة عام كامل من خلال المهارات التي يحصلون عليها في بيئة العمل التي يعملون بها، ما ينعكس على قدراتهم ومهاراتهم الفردية والمهنية. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع سماح بن طريف، إحدى المشاركات ببرنامج لازورد ومدير تطوير الأعمال في مؤسسة إنجاز عناد كنعان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا. خلينا نبلش مع حضرتك ونعرف يعني عن المهتمين بالعمل المجتمعي ببرنامج لازورد، وشو هي الخدمات اللي بتقدموها بهذا. يسعد صباحك. بداية برنامج لازورد هو واحد من البرامج اللي بتقوم فيها مؤسسة إنجاز، انطلاقا من مهمتها في إعداد وتحفيز الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين أكثر في مجتمعاتهم ويساهموا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير الاقتصاد الوطني. برنامج لازورد احنا بنقوم فيه، خلينا نحكي بالشراكة مع مؤسسة لازورد الموجودة في مدينة واشنطن الولايات المتحدة. بلشنا في البرنامج من عام 2012، حيث نقوم البرنامج على استضافة 12 شاب وشابة من شباب والشابات حديثي التخرج، وخرطهم خلينا نحكي في سوق العمل مع مؤسسات المجتمع المدني لمدة سنة، حيث تقوم هاي خلينا نحكي هاي التجربة اللي بخوضوها هدول الشباب بتحاول تعدهم خليهم يطلعوا قادة مجتمعيين، حيث يحصلوا على كل خلينا نحكي بناء القدرات والمهارات اللي موجودة خلال هاي السنة من خلال انخراط في سوق العمل، وخلينا نحكي الحصول على برنامج تدريبي مكثف خلال فترة ال 12 شهر اللي موجودين هم فيها في فترة الزمالة، مع وجود طبعا مرشدين خلال هاي الفترة بحاولوا يساعدوهم كيف يكتشفوا مهاراتهم ويطوروها ويبنوا عليها خلال توظيفهم في مؤسسات المجتمع المدني. في شروط معينة لازم تكون موجودة بهؤلاء الأشخاص لينضموا لزورد؟ هلأ بداية احنا بنستهدف شباب خريجين يعني حديثي التخرج اللي بيكون عندهم اهتمام في العمل الميداني أو العمل المجتمعي في مؤسسات المجتمع المدني. هل عندهم إنجازات؟ هل عندهم خلينا نحكي عمل تطوعي سابق خلال فترتهم فترة دراستهم في الجامعة وإلى آخره؟ طبعا المهارات خلينا نحكي الأساسية اللي موجودة عند كل شاب يبحث عن العمل، هاي لازم طبعا تكون موجودة عندهم. نعم. طب الشباب والصبايا اللي بيشتركوا معاكم فقط من عمان ولا من كل محافظات المملكة؟ لا طبعا احنا بنستهدف كل محافظات المملكة، يعني احنا اليوم زي ما حكيت لك بلشنا تطبيق من عام 2012، احنا اليوم صار عندنا 85 خريج وخريجة، في عندنا نسبة 65% مشاركة من الإناث، وهي يعني نسبة بنفتخر فيها احنا خصوصا في مؤسسة إنجاز، إنه إحنا بنعمل على خلينا نحكي دعم المرأة وزيادة فرص خلينا نحكي عمل المرأة في سوق العمل. هدول ال 85 شاب أو 83 شاب وشابة اللي حصلوا أو كانوا خريجين من البرنامج، 85% منهم حصلوا على وظيفة في المؤسسات اللي استضافتهم بعد سنة الزمالة، فهذا أندل على شيء يعني يدل على الكفاءات والقدرات اللي موجودة عند هدول الشباب وكمية العمل أو خلينا نحكي كمية الجهد اللي يبذل على هدول الشباب حتى يرفع من قدراتهم ومهاراتهم. نعم. خلينا نشوف مثال يعني واقع مع سماح. سماح صباح الخير مرة جديدة. بدي تحكي لي أكثر كيف انضميتي لبرنامج لازورد وشو استفدتي من هاي التجربة، وين تدربتي؟ خبريني أكثر عن كل هاي التفاصيل. صباح الخير. بداية شكرا على الاستضافة. برنامج لازورد وفر لي فرصة عمل في شركة اسمها Integrated International، هي شركة رائدة في مجال الاستشارات والمتابعة والتقييم. ويمكن أنا كحديث التخرج لسه ما عندي خبرة، كان يمكن حيكون أكثر صعوبة أني أنخرط في سوق العمل وأفوت شركة رائدة زي هيك، بس مؤسسة إنجاز عن طريق هذا البرنامج وفرت لي فرصة تدريبية لمدة سنة كاملة، بالإضافة للفرصة التدريبية هاي اللي أنا بروح وبداوم بهاي المؤسسة، في كمان عندنا مجموعة من التدريبات بناخدها مع مؤسسة إنجاز. هاي التدريبات بتعزز مهاراتنا إحنا كشباب حديثين التخرج، بتكون من 20 لـ 22 تدريب على مستوى أو على طول السنة. تدريبات كيف شو تدربتوا بالضبط؟ شو المواد اللي أخذتوها؟ كيف مثلا نكتب السي في، كيف نستعد للمقابلات العمل، كيف نبين نقاط قوتنا، نقنع صاحب العمل
العمل فيها، كمان في عنا تدريبات في مجال التعليم المجتمعي، القيادة المجتمعية وغيرها. بالإضافة لهذه التدريبات كمان مطلوب منا خلال هذه السنة نقوم ببحث، نعمل بحث، احنا بنتقسم مجموعات حسب اهتماماتنا. هذا البحث بنعمل عن قضية مجتمعية، احنا كشباب حديثين التخرج بنشوفها بتواجه الشباب الأردني، نتعلم عن طريق هاي الزمالة منهجيات بحث جديدة يمكن بتختلف عن البحث الأكاديمي اللي تعودنا عليه بالجامعة، نتعامل كيف نعمل مقابلات مع المعنيين، مع مؤسسات المجتمع المدني، كيف نجمع البيانات ونحللها، وأكيد بالآخر نطلع بمجموعة من التوصيات اللي من شأنها تقلل من هاي الأمور. تسمح أنت أصلاً كيف عرفتي عن برنامج لزورد؟ وين قرأتي عنه؟ أو في حدا مثلاً حكى لك عنه؟ أو قرأتي من أو قرأتي عنه عرفتي عنه أونلاين؟ هلا انا كنت بسنتي الاخيره بالجامعه، كنت زي ما بتعرفي ببلش اهيئ حالي عشان انا راح اطلع وراح ادور على شغل بالضبط. فلقيته على صفحه انجاز على الفيسبوك، كان اونلاين موجود، وهو هلا اصلا للسنه الجديده موجود الطلب، فمرحب بجميع حديثين التخرج انهم يقدموا، لسه يعني موجود الديدلاين لاخر لشهر 7 موجود، فبقدروا يقدموا عن طريقه. هو ابلكيشن بتعبى وبعدين بصير في مراحل، هي المقابلات، مراحل الامتحانات، واذا اجتازوها بيكونوا بي بي موجودين بي بهذا البرنامج. يعني كل سنة تقريبا عناد كم عدد الأشخاص اللي بيتقدموا بأنه يكونوا معكم بهذا البرنامج؟ هلا زي ما حكت، احنا فترة التقديم لهاي فترة الزمالة احنا بنفتح الابلكيشن لمدة شهر، بالعادة بيكون بين شهر 6 و7. خلينا نحكي على المعدل بتقدم حوالي 650 ل 700 طلب من جميع محافظات المملكة حتى يكونوا خلينا نحكي ضمن برنامج الزمالة. بنمر بفترة، طبعا بيكون في فلترة للطلبات، بيكون في عندنا عملية مقابلات، امتحانات، خلينا نطلع على شوي على مستوى الذكاء، على القدرات اللي موجودة عند المتقدمين للبرنامج، طبعا فحص اللغة الإنجليزية، لأنه أغلب هاي الشركات بتكون هي شركات أو مؤسسات مجتمع مدني، بالعادة بتكون عالمية ولها مكاتب هون في الأردن، فاللغة الإنجليزية هي متطلب. ومن 750 اللي قدموا 12 فقط. طب ما عم بتفكروا انه بالسنوات المقبله يكون في عدد اكبر للاشخاص اللي ينضموا لكم ببرنامج زور، بما انه في الاستفاده منه كبيره، فليه ما يكون في عدد اعلى من الطلاب؟ هلا هذا طبعا طموحنا احنا في مؤسسه انجاز، وطموحنا ما وبعرف انه هذا الحكي طموح مؤسسه لزورد، ولكن يعني هلا بدي اجي احكي لك، البرنامج هو يطبق في 3 دول، يطبق في الاردن وفي مصر وفي تونس. بداية تصميم البرنامج كان بيركز على 12 شخص حتى يتأكد، أو خلينا نحكي يكون في أكبر قدر من الاستفادة لهدول ال 12 شخص. في المستقبل إن شاء الله إذا صحت لنا فرصة ونكبر البرنامج ونعمل استفادة على أكثر من حدا، أكيد ما رح نقصر إن شاء الله. المعدل الجامعي أو التراكمي مهم للأشخاص اللي لأنه يعني إحنا نطلع على مهارات، ما عم نطلع على معدل أو تحصيل علمي، لأنه بالنهاية هي الخبرة اللي رح يكتسبها خلال هاي السنة هي اللي بتفيده أكثر من التحصيل العلمي اللي موجود عنده. طب بالنسبة للمحافظات، كل شخص بيكون أو بيشتغل أو بيدرب بمحافظته، ولا بيكون في تنقلات؟ هلا بالعادة بيكون في تنقلات، احنا خلينا نحكي لأنه أنت عارفة بأغلب مؤسسات المجتمع المدني الهيد كوارترز تبعتها والمكاتب الرئيسية بتكون موجودة بعمان، فلذلك بيكون في تنقلات، ولكن احنا برضو بندعم يعني الشباب اللي بيجوا من، أو الشابات اللي بيجوا من برا المحافظات، من خلال خلينا نحكي توفير وسيلة مواصلات أو بدل مواصلات وإلى آخره. نعم. طب بدي أرجع إلك سماح، يعني قديش حسيتي في فرق بين كل الدورات التدريبية اللي أخذتيها خلال هاي السنة وبين ال4 سنين اللي انت درستيهم بالجامعه؟ هلا اكيد احنا دائما بالجامعه متعود ناخذ الثيوريتيكال نوليدج، فدائما بنطلع على سوق العمل شوي بنلاقي بننصدم، خلينا نحكي في سكيل جاب بالضبط بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل، فكان كثير مهم وكثير مفيده هاي التدريبات اللي بتنعطى، لانها بتعزز مهاراتنا احنا كشباب حديثين التخرج. وانا فعلا كسماح لمستها بدوري وبشغلي بمؤسسات المجتمع المدني، انه كثير في تدريبات يعني ما كنا نسمع عنها ممكن بالجامعه، او ما بنعرف عنها، مثلا التكنيكال رايتنج، البزنس رايتنج، كيف نعرف نكتب، كيف نعرف نتعامل، كيف نبعث الايميل اتيكيت الرسمي بالضبط. هاي الأشياء ما كنا نعرف عنها بالجامعة، فمؤسسة لزورد أو خلينا نحكي برنامج لزورد ومؤسسة إنجاز غطت هاي التدريبات، فأكيد فادتنا كلنا. أنت إيش درستي بالجامعة؟ أنا هندسة مدنية، خرجت هندسة مدنية. ما شاء الله. وهلأ شو عم تشتغلي بي؟ هلأ بشتغل مع شركة إنتجريتن إنترناشنال أز مونيترينج إيفاليويشن أسيستنت في مجال المتابعة والتقييم. نعم، واستفدت كثير من هاي أكيد. التجربة. شو بتحبي تحكي للأشخاص اللي هلأ هم يعني
على بمراحل التخرج او بمرحله انهم ينتقلوا من الجامعه لسوق العمل؟ بحكي لهم انه مش شرط انه الواحد خلص اخذ شهاده بفيلد معين انه يتقيد بهذا الفيلد، زي ما بنعرف هلا في صعوبات، وهلا مع الكورونا كمان البطاله عم بتزيد اكثر واكثر، ففرصه لازر هي خلينا نحكي فرصه ذهبيه للشباب المهتمين انهم يشتغلوا بمجال تنميه، بمجال مؤسسات المجتمع المدني. نعم. فبحكي لهم انه يقدموا على هذا البرنامج لانهم رح يستفيدوا ورح تعزز مهاراتهم اكيد. نعم، بدنا نشكرك اذا سماح بن طريف مره اخرى احدى المشاركات ببرنامج لازورد، وبدنا نشكر ايضا مدير تطوير الاعمال بمؤسسه انجاز عناد كنعان. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. شكرا، يعطيكم العافيه.